طيب خلونا نكمل كلامنا وتغطيتنا وتفاصيل التفاصيل اللي بتحصل في كوب 27 في شرم الشيخ، وأيضا اللي بيحصل في شرم الشيخ، لأنه برضو أصبح في حاجات أنا فعلا عمري ما سمعت عنها. يعني مثلا قالك في شرم الشيخ في حاجة اسمها المستشفى الخضراء، فأنا ما فهمتش يعني. خلاص أوكي، عرفت مستشفى خضراء، يعني أكيد المستشفى تبقى صديقة. هو في مستشفى مش صديقة للبيئة؟ ما هو دي برضو حاجات بالنسبة لي لسه احنا بنتعلم مع بعض شوية حاجات. بالمناسبة دي معانا على التليفون زميلتنا سالي سالم، وفدة التلفزيون المصري إلى شرم الشيخ. أما أنا عارف إنها لايف يا جماعة، أنا قلت معانا على التليفون، ولا قلت معانا على التليفون؟ لا مش التليفون يا جماعة، معانا على الهواء مباشرة. سالي إزيك؟ مساء الخير عليك يوسف وعلى مشاهدينا في كل مكان. أنا كويسة الحمد لله. يعني خلينا يوسف نتكلم فعلا في حاجة اسمها مستشفى خضراء، زي ما كنا بنتكلم عن إزاي يكون الإنسان رجل أخضر صديق للبيئة. أيوة. فإحنا هنا النهاردة بنتكلم عن مستشفى شرم الشيخ الدولي، وهو مستشفى صديق للبيئة أخضر. مستشفى قدر يطبق هذه التكنولوجيا وهذا التحول للأخضر في إطار إعلان هذه المدينة مدينة خضراء. ولكن نحن هنا بصدد الحديث عن القطاع الطبي والصحي داخل هذه المدينة. المستشفى هو أول مستشفى حصل على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء في إطار هذا التطبيق، في إطار استخدام على سبيل المثال الطاقة الشمسية. تفاصيل كتير داخل هذا المستشفى هنستعرضها من خلال ضيفي دكتور عمرو عبد العزيز، وهو مستشار المدير التنفيذي داخل هذه المستشفى للهيئة العامة للرعاية الصحية ومنسق عام المستشفيات الخضراء. أنا برحب بسيادتك في البداية على شاشة التلفزيون المصري. يعني إيه مستشفى خضراء وإزاي قدرنا إن إحنا نوصل لهذه المرحلة؟ أهلا بحضرتك، بنرحب بحضرتك في أول مستشفى خضراء في جمهورية مصر العربية، مستشفى شرم الشيخ الدولي. في الحقيقة هو كان جزء من الاستراتيجي بتاع هيئة الرعاية الصحية، هو التحول الأخضر وإزاي يكون عندنا مستشفى صديقة للبيئة، وده اللي اشتغلنا عليه من شهور عدة. واحنا النهاردة الحمد لله قدرنا نوصل لده ونكون اول مستشفى موجودة في جمهورية مصر العربية، ويسعدنا ان يكون ده مستشفى حكومي ويكون لينا الريادة في التحول الاخضر. التحول الاخضر او المستشفى صديقة للبيئة هي ببساطة هي بنحاول نقلل الانبعاثات الكربونية عن طريق اكتر من مشروع قمنا بيه، طاقة شمسية، نفايات طبية، والمياه وازاي نقدر نستغل المياه في الاستزراع، وده اللي احنا عملناه هنا في شرم الشيخ الدولي. بالإضافة أيضا ان احنا قدرنا نستخدم أكبر تكنولوجي موجودة دلوقتي في العالم. عندنا النهاردة زي ما حضرتك عارفة في الكوب 27 أكتر من جنسية موجودة معنا في شرم الشيخ، ويمكن روبوت من الروبوتس اللي موجودة عندنا بتستقبل كل الجنسيات بأكتر من لغة. والتفاصيل الفنية أكتر عن المشروع دكتورة نرمين هتقدر تكون موجودة معنا تتكلم في كل التفاصيل الفنية. شكرا يا فندم. يعني يوسف يمكن تفاصيل كتير داخل هذا المستشفى، منها الروبوت اللي بتشوفه فيه الصورة خلفي، وخطوات تنفيذية قدرت المستشفى انها تقوم بيها لتصل الى هذه المرحلة من هذا التحول الاخضر، وهنستعرضها مع دكتورة نرمين. انا برحب بيك يا دكتور في البداية على شاشة التلفزيون المصري. ايه اللي قدرنا نعمله علشان نوصل للمرحلة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، ونوضح لمشاهدينا ايه اللي هيفرق مع المواطن او زائر هذه المستشفى من تحول المستشفى للأخضر؟ مساء الخير على حضراتكم، أهلا وسهلا بيكي، أهلا وسهلا بالمشاهدين، وأهلا وسهلا بيك أستاذ يوسف. أنا اسمي دكتورة نرمين، أنا مدير الفني مشروع التحول الأخضر وعضو مكتب فني لمدير التنفيذي في شبكة الهيئة العامة للرعاية الصحية. مبدئيا كده زي ما الأستاذ عمرو تفضل وذكر، إحنا الحمد لله نتشرف إن إحنا نكون أول مستشفى حصلت على الاعتماد أو الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء. إحنا اشتغلنا على أكتر من محور، شغلنا كان جزء من تطبيق الخطة الاستراتيجية الخاصة بهيئة الرعاية الصحية اللي هي جزء من أهداف التنمية المستدامة اللي مصر أصدرتها، رؤية مصر 2030. اشتغلنا على عدة محاور اللي خاصة بالتحول الأخضر،
زي الطاقة، بإنشاء محطة طاقة شمسية، بإجراء بعض الإجراءات اللي بترشد استخدام الطاقة، بعض الإجراءات بترشد استخدام المية، وزي نصمم أو ننشئ خزانات ونصمم شبكة ري وتجميع للمياه بغرض الاستزراع، استزراع طبعا مساحات كبيرة من الأرض، وتشجير بنباتات يعني بتستخدم المية بصورة أو مقاومة للجفاف، وكذلك في النفايات الطبية بإن احنا استغنينا أو استبدلنا المحرقة اللي موجودة في معظم المستشفيات اللي بتطلع انبعاثات للميثان، واستبدلناها بيونت أو وحدة للفرم والتعقيم لتحويل النفايات الطبية الخطرة لنفايات غير خطرة. كذلك احنا الحمد لله نجحنا في بعض المشاريع الخاصة بتقليل البصمة الكربونية للمواطنين من خلال تخصيص أتوبيس يعمل بالطاقة الكهربائية بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، وكذلك إنشاء رصيف خاص بالدرجات الهوائية لتشجيع المواطنين والزائرين على تقليل البصمة الكربونية الخاصة به. المستشفى، ولكن دعينا نتحدث في هذا الصدد عن هذا المستشفى، هو نموذج بنبدأ به في الوقت الحالي لتعميمه. إيه هي الخطة الموضوعة من الهيئة العامة للرعاية الصحية للمستشفيات الأخرى لتكون مثل هذا النموذج مستشفى خضراء؟ الحقيقة احنا ماشيين على خطة بزمن أو بمدى زمني لتحويل مستشفيات الهيئة لمستشفيات صديقة للبيئة. تم في الأيام يعني تزامنا مع الكوب والمؤتمر الأطراف، تم توقيع بروتوكول شراكة مع شركة أسترازينيكا، توقيع رئيس هيئة الرعاية الصحية مع شركة أسترازينيكا لدعم المنشآت أو المشروعات الخاصة بالتحول الأخضر في منشآت الهيئة. وكذلك احنا ماشيين في مشروع كبير جدا بإذن الله مع بداية العام الجديد في أكبر مشروع خاص النفايات الطبية الخطرة والصلبة، هيكون اسمه مشروع القناة لتجميع أكبر محطة أو إدارة آمنة للنفايات الطبية الخطرة بالشراكة مع شركة ألمانية في هذا المجال. خلينا نتكلم عن الروبوتات اللي احنا شايفينها في المستشفى هنا، الدور اللي بتقوم بيه الروبوتات، ايه علاقة ده بالمستشفى الخضراء؟ كمواطن لما يدخل يشوف ريبوت زي ده هيتعامل معاه ازاي؟ يعني احنا اكيد اول مرة نشوف حاجات زي دي في المستشفيات، فيعني ايه بيعمل ايه؟ طيب، هو مبدئيا كده الهيئه ليها توجه ناحيه التكنولوجيا واستخدام التكنولوجيا. مبدئيا مع التوجه الاخضر هو الاستغناء عن المواد الكيميائيه الضاره، ده توجه من المحاور اللي احنا اشتغلنا عليها زي الزئبق. يعني احنا مستشفى شرم الشيخ الدولي هي اول مستشفى خاليه تماما من الزئبق، تم استبدال الزئبق تماما بتماشيا مع مبادره منظمه الصحه العالميه. الحاجه الثانيه ان احنا عندنا الروبوت بتقلل استخدام الكيماويات عن طريق ان هي بتستخدم التعقيم والتطهير عن طريق استخدام أشعة فوق البنفسجية، فاحنا كده بنقلل استخدام الكيماويات في المستشفى. وظيفة تانية للروبوتس ان هي بتشتغل إي نيرسينج، يعني التمريض الإلكتروني، يعني ان هو يقدر يوصل الأدوية ويقدر يوصل بعض وجبات الأغذية ويقدر ياخد عينات السحب من المريض في حالات الوباء او في حالات ان احنا زي ما حصل في نوبة الكوفيد السابقة بان هو يتعامل مع المريض عن بعد الحاجة بدون اي تدخل. ده غير بقى ان هو بيتحدث اكثر من لغه للتعامل مع المرضى الاجانب، وده اللي احنا حرصنا عليه ان احنا نقدم بصمه جديده في التكنولوجيا. هيئه الرعايه الصحيه الحقيقه هيئه مشرفه جدا وواجهه مشرفه جدا في التحول الاخضر وفي استخدام التكنولوجيا. يعني هو الروبوتات هي مقتصره على الاستخدام في الحالات الطارئه زي كورونا او زي اي اوبئه، ولا ده بيتم استخدامه بشكل يومي مثلا في المستشفى؟ وبرضو هل ده ليه علاقة بالتحول الأخضر؟ يعني استخدام الذكاء أو تطويع هذا الذكاء الاصطناعي ليه علاقة بالتحول الأخضر ولا لا؟ أكيد طبعا، هو الروبوت بيتم استخدامه بشكل يومي لتوصيل بعض المرضى لغرفهم، بيتم استخدامه بدل عن التمريض لتوصيل بعض الأدوية والوجبات. طبعا ليه علاقة بالتحول الأخضر عن طريق تقليل عدد أو الترانسبورت اللي هو بنسميه النقل، تقليل النقل ده بيقلل البصمة الكربونية، تقليل استخدام المواد الكيميائية الضارة عن طريق قيامه بالتعقيم والتطهير بواسطة الأشعة الفوق بنفسجية صديقة للبيئة. فإحنا طبعا بنتكلم، طبعا هو جزء من التحول الأخضر. لو تكلمنا عن جدول زمني لتنفيذ هذه التكنولوجيا أو هذه التقنية في التحول للأخضر على مستوى محافظات الجمهورية، نبدأ بمحافظة إيه المحافظة الجاية إن شاء الله، والتعميم ده هياخد وقت قد إيه عشان نقدر نعلن أنه كافة المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية قد تحولت للأخضر وأخذت نفس الشهادات التي أخذتها هذه المستشفى؟ الحقيقة إحنا هنبدأ بالمرحلة الأولى لتطبيق المشروع
المشروع بمستشفى في كل محافظة، مستشفى ووحدة ومركز صديقة للبيئة ومقاومة للتغيرات المناخية في كل محافظة، وهنمشي تباعا بالتطبيق لحد ما كل المنظومة بإذن الله تبقى داخل أو كل المحافظات تدخل منظومة التأمين الصحي الشامل، ساعتها هيتم التعميم تباعا على سائر المحافظات. أشكرك شكرا جزيلا موافق. شكرا لحضرتكم، شكرا جزيلا، تشرفنا. يعني يوسف يمكن عدد كبير من المشروعات الموجودة داخل هذه المدينة تم تحويلها بالفعل للأخضر في إطار إعلان هذه المدينة مدينة خضراء، وده طبعا بيفيد الإنسان وبيقلل من الانبعاثات والغازات الدفينة وغيرها مما هو يؤثر على قضية التغيرات المناخية اللي بشكل عام بتؤثر على العالم أجمع. سالي لا استني مش عايزك تستعجلي، واخيرا ولا استني شويه بس، هو الروبوت ده ينفع يبقى معانا وانا شايفهم رايحين جايين كده قدامي وما نتكلمش معاهم وما نجربش هم بيتكلموا ازاي بيعملوا ايه؟ يعني لو دكتور نرمين جنبك او حد من الساده الكرام موجود، احنا عايزين ان هم ايه يورونا الروبوت بيعمل ايه، بيتكلم بيدوله اوامر ازاي، لو انا مريض والروبوت ده هو اللي بيستقبلني في الريسبشن بتاع المستشفى يعني. وبعدين في واحد منهم صديقي، ده انا عملت معاه انترفيو السنه اللي فاتت، السنه دي تحديدا كنا في اول يناير في منتدى شباب العالم، فاكيد حد فيهم فاكرني او مش فاكرني مفيش مشكله، لينا الشرف. عايزين نجرب الروبوت ده يا سالي بعد اذنك. خلينا نعمل ده. احنا عايزين يا دكتور دلوقتي على الهواء نعرف ازاي الروبوت بيشتغل، لو انا مريض داخل المستشفى ازاي الروبوت هيقدر يتعامل معايا، ايه التفاصيل، وعايزين نسمع كده الصوت. انت كنت بتقولي بيتكلم باكتر من لغه، فعايزين نعمل ده، نعتبر ان احنا بنعمل انترفيو مع الروبوت. اوكي طيب مبدئيا كده احنا عاملين تيست بسيط اسمه الجرين ميتر او القياس الاخضر، احنا نقدر نعمل البصمه الكربونيه لاي شخص بحيث ان هو يعرف هو النهارده كان صديق للبيئه ولا لا، ده اختبار لطيف جدا مشهور عالميا. فاحنا لو اخترنا بعض الاختيارات هو بيطلع برضو بعض التوصيات. كده احنا بنعمل ايه المفروض؟ بنعمل اختبار لقياس البصمه الكربونيه للمواطن. هيحتاج حد يعمله للمريض مجرد ما يدخل؟ يعمله يعني الشخص نفسه بيعمله لنفسه علشان يقيس البصمه الكربونيه الخاصه بيه النهارده، هو يعرف هو كان صديق للبيئه ولا لا. طب هو كده المفروض ان هو انجلش، المفروض ان هو بيتكلم عربي بقى كمان لو انا حد زي ده حقيقي. كده احنا بنرفع البصمه الكربونيه، بنقيس البصمه الكربونيه الخاص بينا، هو هيجيب لنا النتيجه دلوقتي. طبعا انا جاوبت اجابات عشوائيه بس هي طلعت النتيجه 90%. كده انا كده عديت. طيب احنا كمان عندنا الروبوت ده هو بيقوم بتوصيل ال الخدمات للغرف او المشروبات او الاغذيه او غيرها، تقول لنا ده بيتعامل ازاي برضو؟ هل احنا بنديله اوردر وهو بيبتدي يتعامل بناء على زمن معين ولا؟ طبعا هو في جهاز تحكم بيتعامل مع الروبوت، نقدر ان احنا نحط على السطح بتاعه وبنوجهه هو اتعمل له سكان او تهيئه للدور كله او الموقع كله، فهو خلاص عارف اتجاهه، بياخد الاوردر من الريموت كنترول، بيقدر يتوجه للمكان اللي هو موجود على الخريطه بتاعه الروبوت، يوصل الاغذيه، يوصل دواء، ياخد عينات سحب من المريض لو انا مش حابب ان انا اتعامل معاه مريض عزل وانا بقلل التعامل البشري معاه، فهو ليه استخدامات في التوصيل. انا بشكرك يا دكتور نرمين. يعني يوسف يمكن ده عرض سريع للروبوتات الموجوده معانا هنا، اصدقائنا اصحاب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الجديد اللي بيقدموا خدمات للمرضى داخل هذه المستشفى بتقديم ايضا الاغذيه والمشروبات وفقا لجدول زمني بيتم تحديده داخل هذا المستشفى. وانا معك يا يوسف لو عايز تسالنا على حاجه تانية من غير اخيره. بكام ده؟ تعرفوش بكام؟ مش عارفه والله. الانسان الالي ده مش عارفه، عايزين نجيب واحد في البيت ده. بكام الانسان الالي ده؟ لو عايزين نجيب واحد في البيت نعمل ايه؟ دي تفاصيل هنشرحها بعد الاول، نخش نشوف الموقع هعرف سعره واقول لك يا يوسف. حاضر جدا بالنسبه لنا، ده هيفرق معانا كتير جدا يا جماعه. اشكرك جدا يا سالي، اشكر لنا دكتور نرمين، اشكر لنا كل الناس اللي موجوده في المستشفى يعني، ونتمنى فعلا ان يتم تعميم التجربه دي على مراحلها المختلفه في شتى المستشفيات المصريه.